مشاهدينا نحييكم من طقس العرب ونقدم لكم آخر التوقعات الجوية للمملكة العربية السعودية، لكن في البداية نود أن نذكر أن منطقة بلاد الشام تأثرت اليوم الخميس بكتلة هوائية باردة مصاحبة لمنخفض جوي. كان هذا المنخفض الجوي يتمركز يوم الخميس شمال سوريا، لكن سيتحرك هذا المنخفض الجوي باتجاه الشرق، وبالتالي ستندفع رياح شمالية نشطة إلى قوية السرعة باتجاه شمال المملكة السعودية والمنطقة الشرقية اعتبارا من صباح يوم الجمعة. طبعا هذه الكتلة الهوائية الباردة والرياح الشمالية التي ستتأثر بها المملكة العربية السعودية، المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية منها صباح يوم الجمعة، ستؤدي إلى انخفاض واضح على درجات الحرارة واشتداد سرعة الرياح ونشوء موجة من الغبار ستبدأ في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية. هذه الموجة ستمتد تدريجيا مع عصر يوم الجمعة ومساء يوم الجمعة وليلة الجمعة على السبت إلى المناطق الوسطى والمناطق الشرقية وجنوب بما فيها طبعا العاصمة الرياض، وتدريجيا تمتد إلى المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية خاصة يوم السبت. هذه الوضعية الجوية لا يقتصر تأثيرها فقط على المملكة العربية السعودية، لكن يومي الجمعة والسبت ستتأثر بها قطر والبحرين، حيث يكون الجو يومي الجمعة والسبت في قطر والبحرين مغبرا، وأيضا ستشتد سرعة الرياح ويكون البحر مضطرب وسيرتفع الموج. لكن دولة الإمارات العربية المتحدة ستتأثر بهذه الحالة يومي السبت والأحد، حيث يحدث انخفاض على درجات الحرارة، يضطرب البحر، يرتفع الموج، ويكون هناك إثارة للغبار في المناطق الداخلية. طبعا إذن باختصار ستتأثر المملكة خلال اليومين القادمين يومي الجمعة والسبت وحتى يوم الأحد بموجة من الغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية بشكل واضح وكبير، لكن ستخف تأثير هذه الموج يوم الأحد، لكن سيبقى هناك بعض الغبار والأتربة العالقة خاصة في المنطقة الغربية والجنوبية الغربية من المملكة. بناء على ذلك ومن طقس العرب نطلق بعض التحذيرات، وأهم هذه التحذيرات هي أول شيء خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وربما انعدامها في بعض المناطق نتيجة الغبار والأتربة المثارة. 2 خطر شدة سرعة الرياح القوية التي ستصل سرعتها إلى أكثر من 60 كيلومتر في الساعة. والخطر الثالث هو خطر حدوث مضاعفات لدى مرضى الجهاز التنفسي والعيون. 4 خطر السفر برا أو القيادة على الطرقات الخارجية كنتيجة لتدني مدى الرؤية الأفقية. والتحذير الخامس هو خطر التأثير سلبا على حركة الملاحة الجوية وعلى عمل الموانئ. مشاهدينا مشاهدي طقس العرب، كونوا على معرفة مستمرة بحالة الطقس من خلال تحديثاتنا المتواصلة عبر موقعنا الإلكتروني arabiaweather.com، بالإضافة لتطبيق طقس العرب للهواتف الذكية، إلى جانب صفحاتنا عبر موقع أو مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب. أعزائي المشاهدين من طقس العرب، نتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة وإلى لقاء إن شاء الله.